ينضم الينا هاتفيا الدكتور هاني سري الدين المفكر الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور هاني. مساء النور، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. قبل ما حضرتك تدخل معانا على الهواء كنت بقول ان طبيعي جدا بعد اي عمليه جراحيه ان هيبقى في الجراح حاطط في دماغه مساله انه في مضاد حيوي لازم ياخده المريض، لكن المضاد الحيوي هياخد وقت عما يبدا يشتغل في جسم اي مريض. ما طرحه رئيس الوزراء ربما قريب من هذا المعنى فيما يتعلق بجسم الاقتصاد المصري. هل تعتقد حضرتك ان الرسائل يمكن ان تحمل مؤشر للاطمئنان الان، ولا الوجع جامد فلسه مش هتجيب نتيجة؟ لا، يعني أعتقد أنه الإجراءات البارح ابتدت، اللي هي خاصة تحرير سعر الصرف، ممتلك حاجة تسأليني برضو عن الدعم، لكن خليني أبتدي بمسألة تحرير سعر الصرف. أعتقد أنه وجهة نظري الشخصية أن القرار قرار مهم جدا وقرار صحيح جدا، ويمكن أنا في لقاءات مع حضرتك من أكثر من شهور عديدة ومن يمكن أكثر من سنة كنت صحيح شايف أنه هذا القرار كان يجب اتخاذه من فترة، وأعتقد أن احنا ضيعنا وقت، ضيعنا بعض الفرص الذهبية، لأنه لو أنا كنت أخذت هذا القرار وكان عندي لازال يعني سعر الصرف في السوق الموازي بنتكلم في 10 و11 أكيد كانت الأثار الاقتصادية كانت تبقى أقل وأقل تضررا، خاصة فيما يخص التضخم. لكن يعني لا نريد أن يعني نبكي على لبن المراق، يعني هو لا شك أن القرار مهم جدا، لأنه مسألة سعر الصرف أو ندرة العملة الأجنبية الدولار على وجه التحديد في القطاع المصرفي، لأنه ليس أنا في رأيي أن الندرة داخل القطاع المصرفي وليس داخل السوق بشكل عام أو ليس داخل مصر بشكل عام، فكان لابد من أننا استمرار الوضع على ما هو عليه كان غير ممكن. تحولت نتيجة يعني هذه الأزمة إلى معوق رئيسي نحو الإصلاح الاقتصادي ونحو إمكانية أننا أضبط، أننا أحفز استثمارات، أو أننا أشجع عملية الإنتاج أو عملية التصدير. كان لابد من التعامل مع هذه المسألة بشكل حاسم. في عدد من النقاط مهم ان انا اتكلم فيها. واحد، انه هل كان الافضل ان انا اعمل ما يسمى بالتخفيض القيمه وثبتها عن سعر معين، ولا كان الافضل ما قام به البنك المركزي امس وهو تحرير سعر السوق؟ لا شك ان تحرير سعر السوق هو القرار اللي هو التعويم، يعني اللي هو فكره التعويم، ان انا بسيبه لمقتضيات السوق ومقتضيات العرض والطلب، وبسيب البنوك واعتقد امبارح كان يعني بعد حتى فكره ان العطاء كان 100 مليون دولار، انا في رايي انها كانت اشاره للبنوك على ان البنك المركزي لن يتدخل الا في الحدود الدنيا، وتترك المساله لكل بنك ولا مساله العرض والطلب حتى يحدث بعد كده استقرار. فكره السوق الموازي مساله مدمره للاقتصاد. النقطه الثانيه، الناس اللي كانت خايفه من فكره تضخم انه يزيد وارتفاع الاسعار نتيجه تحرير سعر الصرف، الحقيقه انا في رايي انه قرار تحرير سعر الصرف اتاخر، لانه خلينا نكون واقعيين، التضخم حدث دون ان ناخذ اي اجراءات، والاسعار ارتفعت ارتفاع رهيب جدا خلال العام الماضي، والكل كان يسعر طبقا للسوق الموازي وليس طبقا للسوق الرسمي للاسف الشديد، وبالتالي كان لا يمكن ان نترك هذه المساله الى ما لا نهايه، والا كنت هشوف 25 و30 الى ما لا نهايه وعدم استقرار رهيب. وبالتالي فكره انه سعر الصرف او تحرير سعر الصرف سيؤدي الى مزيد من التضخم، انا في رايي ان هذا ليس واردا، لانه التضخم حدث بالفعل والاسعار، وبالتالي هذا القرار في رايي لن يكون له تاثير سلبي ولن يكون له تاثير على ارتفاع الاسعار. اللي ممكن واكيد هيبقى له تاثير على ارتفاع الاسعار هو تحرير سعر الوقود او تحريك اسعار الوقود وتحريك اسعار الدعم، ده اللي مما لا شك وده ممكن نتكلم فيه. في رايي انه الجزء من وجود سوق موازية وهذا التباين الضخم ايضا عطل تدفقات استثمار وزيادة استثمارات بشكل كبير جدا، لان انا لو انا اي مستثمر في الدنيا داخل مصر ازاي هيحط دولار، كل دولار هيتحط هو عارف مقدما انه هيخسر في 50 او 60% من قيمته، ناهيك عن
عدم توفره وعدم القدرة على تحويله إلى الخارج أيضا. وبالتالي النهاردة أنا بخلق فرص حقيقية، خلاص أنا بقيت عارف الوضع إيه. طبعا متصور أن الأسبوعين الجايين دول هيبقوا برضو مرحلة جس نبض ومرحلة عدم استقرار، لكن في رأيي أنه بنهاية الأسبوعين الجايين هيبتدي يحصل تاني استقرار والصورة هتبقى أوضح كثيرا، وهو مسألة كان لابد منها. نقطة الثانية أنه في رأيي أن وجود سوق موازية أثر تأثيرا سلبيا على عملية الإنتاج في مصر، وكثير من المصانع اللي وقفت لم كانش لاقي المادة الخام، لم تكن قادرة على الحصول على مستلزمات الإنتاج بتاعتها. وبالتالي النهاردة أنا بجد أنه في هذا فرصة أكبر أن أنا برجع تاني للقطاع المصرفي. طبعا في إجراءات تانية البنك المركزي أو البنوك العامة على وجه التحديد بنكي مصر وبنك الأهلي عملوها، وهو رفع سعر الفايدة يمكن 300 نقطة سعر، وبعدين في الشهادات 16% وثلاث سنوات اللي هي 20%. أنا في رأيي الهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو يعني جذب مزيد من أو تحويل أو القضاء على ظاهرة الدولارة. بحيث الناس تبتدي تحط فلوس. طبعا هذا الإجراء ممكن جدا سيؤثر على أو يؤدي إلى تباطؤ، لأنه هيبقى تكلفة النشاط الاقتصادي مرهقة جدا. ولذلك أرى أن هذا الإجراء في رأيي قرأتي له أنه إجراء قصير الأمد، ربما لا هذا الرفع لن يتجاوز شهور قليلة، 3 أشهر أو 6 أشهر على حد أقصى، ربما يكون أقل من هذا، ولكن الهدف منه على المدى القصير. لأن النهاردة لو حطيت 20% وافترضت حتى ان الدولار وصل 18 او 20 او 18 جنيه او 18.5، فيظل لو انا حاطط بالجنيه المصري 3 سنين بسعر 20% اكيد هيكون افيد لي كمودع. طيب دكتور هاني، النهارده وانا بتناقش مع حضرتك كنا بنتكلم في فكره ان البعض كان بيقول مساله التوقيت المناسب، وهل التوقيت مناسب ولا لا؟ قلت لي انسوا، يعني في كل الاحوال كانت حكايه انك تستني الفرصه المناسبه، ما كانتش هتيجي الفرصه المناسبه دي. المناسبه من ناحيه قبل كده وعمرها ما كانت هتيجي. يعني اللي كان يقول ايه، نستنى لغايه ما يزيد حجم الاحتياطي، لا يمكن كان هيزيد حجم الاحتياطي طول ما احنا مكملين كده، ولا يمكن كان هيبقى عندي استثمارات، ولا هيحصل عندي ايرادات طول ما انا عامل كده، ولا يمكن كنت هقدر احسن عمليه الانتاج طول ما انا شغال بهذا الشكل. لذلك انا في رايي ولا زلت برضو مش عاوز ان انا يعني ببكت المسؤولين، لكن بقول ان احنا تاخرنا كثيرا في اتخاذ هذا القرار، وكانت المساله كانت ستكون افضل كثيرا لو اخذته من 3 اشهر او من 6 اشهر او من سنه مضت، وكان لم يكن هناك اي معنى للانتظار أكثر من هذا سوى مزيد من النزيف للاقتصاد المصري، وأيضا نزيف للاستقرار السياسي في مصر. لابد أن أنا كان أخذ هذا القرار، وأعتقد القرار في رأيي أنه قرار إيجابي للغاية، مهم جدا أن أنا أشتغل. أنا في رأيي لن هذا القرار سعر الصرف على وجه التحديد لن يكون له تأثير سلبي على، لأن بالفعل الأسعار ارتفعت وبالفعل التأثير حصل، لكن ربما يكون هناك يعني انه يعني حتى ارتفاع سعر الفايده، الناس اللي خايفه انه يؤدي الى تباطؤ في النمو الاقتصادي، انا في رايي ده على المدى القصير صحيح، لانه عاوزين نمتص الصدمه بتاعه صحيح القرار يعني الفلوت او التعويم، لكن على المدى الطويل في رايي ان هذا القرار اللي هو رفع الفايده سيكون قرار قصير قصير المدى. مجرد استقرار الأسواق أعتقد ستعود الأمور إلى نصابها مرة أخرى إن شاء الله. أعتقد أو من المتصور أنه يحصل إصدار لسندات أو كسون خزانة أعلى من هذا السعر، فربما ده أيضا يكون له فايدة في يعني أو هدف أيضا تخفيض الدين المحلي، ربما تتوجه الدولة للدين الخارجي على المدى القصير، واعتقد هذا ايضا افضل بالرغم من خدمه الدين الخارجي والفايده، لكن لانه لا ما اقدرش ازود الاذون اكثر من هذا، لان ده فعلا سيكون له تاثير سلبي على النمو الاقتصادي. انا بشكرك الدكتور هاني سري الدين، وان شاء الله يبقى لنا لقاء اكثر للوقوف على التفاصيل الخاصه باجراءات التحرك خلال الفتره القادمه، لكن القناعه ان
يعني احنا النهارده طول الوقت من امبارح انا قلت لحضراتكم ان احنا مش احنا اللي هنتكلم، خبراء الاقتصاد هم اللي لازم يتكلموا، لان ده وقتهم ان هم يشرحوا لحضراتكم عشان يبقى في قناعه عند حضراتكم حقيقيه، لان القناعه مساله مهمه. لازم المريض كان يبقى مقتنع انه كان لازم يدخل اوضه العمليات ويعمل عمليه، لان كلام الاقتصاديين كلهم من كل التوجهات مهما كانت ان اصل الجراح يعني امين، فهو مش يعني هيدفع فاتوره لكل ده ويدخل يعمل عمليات وهو ما كانش لازم يعمل عمليه. ده راي الناس مش رايي انا. خلونا ننضم